السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء في هذا الفيديو الجديد على قناتكم بيسان والكرة. صحفتوا الجميع وإن شاء الله الجميع يكون بخير. نلتقي اليوم في عدد سأحاول فيه جمع أكبر قدر من ردات الفعل عن مستوى محرز الكبير يوم أمس ضد باريس سان جيرمان. صدى رياض وصل لكل مكان، واليوم سأضع أمامكم ماذا قالت الصحافة العالمية عن المتألق الجزائري. صفحات جرائد ورقية كثيرة نتجت عن بحث مضني، عناوين رائعة جدا تشعر كل جزائري بالفخر، عناوين وصور لن تجدوها في أي مكان آخر إن شاء الله، أنا متأكد من ذلك. المهم ابقوا معنا وتابعوا كل الأخبار. البداية بالصحافة الإنجليزية وبصحيفة الجارديان الشهيرة، هذه الأخيرة وضعت هذا العنوان: أنيق رائع والأهم ما زال يتحسن، محرز العبقري، مع صورة مكبرة لرياض. في الصفحات الداخلية قالت الجارديان: السيتي يصل أخيرا لطريقه الطويل نحو النهائي بعد أن نثر محرز سحره، مع صورة لهدف محرز الأول. صحيفة الاندبندنت بدورها اختارت أن تضع رياض في صدر صفحتها الأولى بصورة مكبرة وعنوان مميز: محرز يشعل السيتي ويضعهم في دور الأبطال، في نهائي دور الأبطال عفوا. في صفحتها الداخلية اختارت أيضا أن تواصل الإشادة بمحرز مع صورة مكبرة: هذه محرز هو رجل مان سيتي في المواعيد الكبرى. صحيفة الدايلي ميرور اختارت محرز في وجهتها الأولى وعنوان الأعجوبة. في الصفحات الداخلية صورة مكبرة أيضا أخرى لرياض محرز وعنوان خطوة هائلة لباب للفوز بدوري الأبطال بعد ثنائية محرز، وعنوانين آخرين: أخيرا إنه السيتي. ثنائية محرز تقود المان سيتي لأول نهائي أبطال في تاريخه. صحيفة الديلي إكسبرس هذه المرة، الديلي إكسبرس وضعت صورة لفرحة محرز بهدفه وعنوان أول: ثنائية محرز تبعث السيتي للنهائي. أما في الصفحات الداخلية فاختارت محرز أيضا بصورة مكبرة وعنوان: محرز يسجل ثنائية ليضع السيتي في أول نهائي أوروبي له منذ 1970. صحيفة الديلي ميل الأكثر انتشارا وضعت صورة محرز في صدر صفحتها الأولى وعنوان مكبر: حي الأبطال، كما وضعت صورة لرياض في صفحاتها الداخلية لكن بدون وضع اسمه في العنوان. صحيفة الأيسبور البريطانية الرياضية اختارت صورة فرحة محرز لتزين واجهتها الأولى وعنوان أكثر من مميز: ماجيك محرز، مع إشادة كبيرة به في الصفحات الداخلية. صحيفة الديلي تليغراف وفي قسمها الرياضي سارت على نفس الطريق ووضعت صورة مكبرة لمحرز في وجهتها الأولى عفوا وعنوان مارفلز، وهو جمع بين كلمة محرز ومارفلز، محرز وأعجوبة. كما وضعت عنوانا فرعيا: السيتي للنهائي الأول له منذ 51 سنة، شكرا لمحرز لأنه سجل الثنائية. صحيفة دو كورير اختارت أن تشيد بمحرز وتؤكد استعداده لأول لقاء نهائي له يلعبه. تألق محرز كما أشرت في المقدمة لم يكن محليا في بريطانيا وحسب، بل تعده لخارجها. صحيفة ليكيب أعدت تقريرا مطولا عن رياض قالت فيه أنه كان الأحسن وقام بكل شيء. صحيفة ريكورد البرتغالية أيضا اختارت صورة رياض محرز في عددها لنهار اليوم وعنوان: نحو المجد الأوروبي. صحيفة الكورييري ديلو سبور الإيطالية اختارت هذه الصورة لمحرز وعنوان: باب جعلها للتاريخ. إلى إسبانيا الآن وصحيفة آس الإسبانية اختارت صورة هدف محرز الأول من صفحتين وعنوان: غوارديولا يتأهل للنهائي أخيرا. صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أشادت أيضا بمحرز في عددها لنهار اليوم ولمسته في التأهل في إسبانيا دائما. ومع صحيفة غرناطة هوي الأندلسية التي وضعت صورة رياض هذه وعنوان: محرز يقود سيتي غوارديولا للنهائي. إلى سويسرا صحيفة 20 دقيقة السويسرية أيضا اختارت أن تضع محرز في صدر صفحتها الأولى وعنوان: محرز يقود السيتي لنهائي الأبطال. صحيفة فان أنتويرب البلجيكية اختارت صورة رياض محرز وزميله كيفين دي بروين وعنونت: الملك كيفين للنهائي. الأمر طبيعي لأنها بلجيكية وكيفين دي بروين بلجيكي. ذات الصحيفة لم تجد بدا من تجاهل تألق رياض وأشادت به في صفحاتها الداخلية مع صورة مكبرة جدا كما تلاحظون. إلى ألمانيا الآن وهي آخر دولة أوروبية نتحدث عنها،
قبل الذهاب لأرجاء الدنيا. صحيفة سود ويست وضعت صورة للجزائري كما تلاحظون وعنوان فريق غوارديولا للنهائي. من أوروبا لآسيا ولصحيفة تشاينا دايلي نيوز والتي اختارت صورة رياض محرز في أحد صفحاتها، لكن لا أعلم صراحة ماذا قيل، المهم أنها إشادة، من يعلم يترجم لنا ما يقال عن لاعبنا وهو مشكور. الآن نغادر آسيا ونطير للأمريكيتين ونبدأ من المكسيك. صحيفة ريكورد المكسيكية اختارت هذه الصورة لمحرز مع عنوان الاستثنائي، يقصدون مدرب السيتي أيضا. نبقى في المكسيك وهذا العنوان الذي أعجبني كثيرا من صحيفة إلديا المكسيكية، محرز وعشرة آخرون في صورة إلى أن محرز هو اللاعب الأهم وليس مهم من يلعب معه. هذا التعبير كان يطلقه اللاتينيون من أمريكا الجنوبية كثيرا على دييغو أرماندو مارادونا، لا يهم صراحة من يلعب مع مارادونا. مع الصحف المكسيكية دائما، وهذه الصفحة المكبرة لصحيفة الهيرالدو وعنوان أخيرا النهائي. الصحافة المكسيكية معجبة كثيرا بمحرز على ما يبدو في أمريكا اللاتينية دائما، ومع صحيفة زوكالو أكونيا هذه الأخيرة اختارت أن تضع محرز في صدر صفحتها الأولى وأيضا في صفحاتها الداخلية كما تشاهدون. صحيفة الجرافيكو السلفادورية، نعم السلفادورية، اختارت أن تضع محرز صورة محرز عفوا المكبرة في صدر صفحتها وعنوان سيتي بيب للنهائي، كما وضعت صورة له في الصفحات الداخلية مع تحليل للقاء كما تشاهدون. نعود لأمريكا اللاتينية وصحيفة إل سول دي تامبيكو التي اختارت هذه الصورة الجميلة لمحرز في صدر عددها الرياضي وعنوان الطريق للنهائي. إلى هنا نكون قد وصلنا لنقطة النهاية في عددنا لنهار اليوم. أتمنى أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. وددت أن أشير فقط إلى أنني أردت جمع أهم النتائج عن كلام الصحافة العالمية عن محرز، لأن الحديث اليوم عن محرز كان بإسهاب كبير وفي كل الصحف وبكل الأحجام. عدد اليوم لن يكون فيه مصادر كما عودتكم في صندوق الوصف، لأن المصادر موضوعة أمامكم. صح سحور الجميع، وإلى عدد الغد إن شاء الله.